اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج فلاش باك. ونجم الفيلم النجم في هذه الحلقه هو فيلم من امتع افلام الستينيات ومن امتع افلام شاديه وصلاح ذو الفقار، هو فيلم عفريت مراتي. ما كل الناس بيروح السينما، اشمعنى انا اللي بيجرى لي كده؟ اشمعنى؟ ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، انت عندي بالدنيا كلها. عفريت مراته زي ما حضراتكم بتشوفوه حافظينه وعارفين تفاصيله، هو عبارة عن مشكلة عائلية اجتماعية ما بين زوج وزوجة. الزوجة بتعاني من الفراغ، بتعاني من الإهمال، بتعاني من مشكلة ما في علاقتها مع زوجها، فبتهرب إلى أفلام السينما وبتعيش الدور اللي بتشوفه في دار العرض. الحقيقة فكرة الفيلم وشكله وبناءه والطريقة اللي اتعمل عليه بيها بنحطه تحت بند او تحت مسمى او فئه معروفه اسمها فيلم فئه المحاكاه الساخره، البارودي. البارودي ده نوع من الافلام بيخلينا نحاكي افلام مشهوره، نضحك عليها، نتريق عليها. يعني ادي لحضراتكم مثال حديث لهذا النوع، نوعيه من الافلام هي قليله جدا. هي فيلم مثلا زي فيلم اخطر رجل في العالم وعوده اخطر رجل في العالم، فيلم احمد مكي لا تراجع ولا استسلام. هذه النوايا من الأفلام مصدر الإضحاك فيها هي المحاكاة الساخرة لأفلام مشهورة أو لأنواع سينمائية. يعني أخطر رجل في العالم بيتريق على الأفلام البوليسية مثلا أو أفلام العصابات كمان، يعني ممكن أكتر أفلام العصابات. الفيلم ده بيتريق على أو مش بيتريق، يعني بيحاكي محاكاة ساخرة مجموعة من أشهر أفلام السينما المصرية وأبدعت شادية الحقيقة في هذه المحاكاة. لكن الفيلم الحقيقة أهم من كده، لأنه الفيلم مش بس عن هذه المحاكاة والضحك، وفي مشاهد كتيرة ضحكة يمكن من أشهرها محاكاة شادية لرايو سكينة، المشهد الشهير بتاع القتل، وهي بعد كده كمان عملت رايو سكينة في المسرح. لا، الحقيقة مضمون الفيلم اجتماعي. مضمون الفيلم بيقول ان هناك مشكلة عائلية بين زوج وزوجة بتخلي الزوجة تهرب الى الخيال. يعني هذه الزوجة رفض واقعها، الواقع بتاعها ما بيحققش الطموح اللي كانت عايزاه، سواء في الزوج مشغول، محاسب مشغول في عمله الى اخره، او في نموذج الفارس الاحلام اللي كانت بتحلم بيه. والفيلم فيه اغنية مشهورة جدا اسمها فارس احلامي بتغنيها شادي. انما الاهم من ده الحقيقة طريقة كتابة السيناريو اللطيفة جدا والظريفة، وهذه اللعبة اللي خلت المسافة ما بين الخيال السينمائي وما بين واقع الفيلم مش موجودة، إلى الدرجة إنه في نص الفيلم الثاني الحقيقة بنحس كأنه الفيلم السينمائي دخل على الفيلم بتاعنا، يعني النوع السينمائي دخل على الفيلم بتاعنا، وإن هم بيحاولوا يسرقوا بنك بطريقة الأفلام السينمائية. يعني مش بس الواقع راح للسينما، ده السينما كمان هجمت على الواقع. الحقيقة دي لعبة ذكية جدا، لعبة سينمائية ذكية جدا ومكتوبة ببراعة. ولازم أذكر هنا الحقيقة اسمين مهمين قوي، كاتب السيناريو علي الزرقاني، أحد هو أهم تقريبا كاتب سيناريو في تاريخ السينما، عنده حرفية عالية في الكتابة وعنده حرفية عالية في بنى الفيلم. لكن لازم أذكر الحقيقة لوسيان لامبير. لوسيان لامبير ده هو كاتب قصة الفيلم، وهو وراء مجموعة من أفضل أفلام الستينيات. مين لوسيان لامبير؟ لوسيان لامبير فرنسي مصري أو فرنسي متمصر، واضح أنه كان فكرته عن السينما ممتازة جدا. يعني عايز أقول لكم مثلا هو صاحب قصة فيلم مشهور جدا لإخراج فطين عبد الوهاب أيضا، وهو فيلم عين زيزي. هذا الرجل خياله خصب جدا، أفكاره عظيمة جدا، وهو كتب سيناريوهات لبعض الأفلام زي لا وقت للحب، وزي فيلم النضارة السوداء عن قصة إحسان عبد القدوس. لكن للأسف أخبار لوسيان لامبير انقطعت، يبدو أنه هاجر ربما في نهاية الستينيات أو بداية السبعينيات. وأنا أعتقد أن السينما المصرية كانت تستفيد جدا بهذا الكاتب، سواء على مستوى القصة أو على مستوى السيناريو. لكن يبقى فيلم عفريت مراتي من أزكى وأظرف الأفلام ذات المضمون الاجتماعي، ولكنها تقدم ألعابا سينمائية رائعة، سواء في العلاقة ما بين الواقع وما بين شاشة السينما.